في النصف الأول من مشوار شوط المباراة الأول. الكرة اللعب إلى توامبا، القرار بهدف. نعم، الله عليك يا توامبا. توامبا يسجل هدف أول في صالح التعاون. توامبا استدارة رائعة يا مجنون يا توامبا. لاعب هداف، لاعب هداف. شوف الكرة مرة ثانية اللي وصلت لي توامبا، أخذ معتزها وساوي في ظهره ومضى وراح. جمعية بالنسبة للأهلي، لذلك ذهب بمجهود فردي بالأمام. الكرات اللعب في صالح الأهلي، تمريرة إلى سلمان مؤشر، وسلمان الله 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 الله، هدف رائع من سلمان مؤشر. الكرة اجتاز فيها كاسيو أنغوس، وقبل نهاية شوط المباراة الأول على الرايق على الرايق سلمان مؤشر يعود بالأهلي مرة أخرى في المباراة بهدف تعادل. يا سلام يا سلمان، رائع يا سلمان. شوف الكرة من جديد، المحاولة والتمريرة إلى سلمان مؤشر، وسلمان يا سلمان، سلمان مؤشر يسجل هدف التعادل. أعاد الأهلي مرة أخرى في المباراة بهذه اللقطة، استحواذ جيد على الكرة ثم انطلاقة وتسديدة وهدف تعادل في أروع ما يكون بهذه اللقطة. سلمان مؤشر أعاد فريق مرة أخرى بالمباراة ليعود الأهلي من جديد. دي روميرو، هدف ثاني للذئاب. الذئاب تعوي مرة ثانية في المباراة. أليخاندرو روميرو يسجل الثاني في المواجهة من نقطة الجزاء. الله على الأهلي، الله على التعاون، الله على التعاون اللي سجل الهدف الثاني الآن في مرمى الأهلي. شوف الكرة من أليخاندرو روميرو، وضع الكرة بكل ثقة على يمين حارس المرمى الرباعي ليضيف هدف ثاني لصالح الذئاب. الذئاب عادت ورجعت مرة ثانية تعوي من جديد في المباراة بهدف ثاني سجل أليخاندرو روميرو. ثانية في المباراة، سلمان مؤشر، ركلة حرة أو ركلة جزاء لصالح نادي الأهلي. سلمان وكاسيو أنغوس، وسلمان يعطي الحكم الإذن لتنفيذ ركلة الجزاء، وسلمان مؤشر الهدف الثاني للأهلي. سلمان مؤشر يقوم بدور الهجومي على أكمل وجه في هذه المباراة. أفضل خلف لعمر السومة، سلمان مؤشر اللي يعود بالأهلي بالهدف الثاني من نقطة الجزاء. هدف ثاني لصالح النادي الأهلي من سلمان مؤشر. أصبحت النتيجة 2-2، والأهلي يعود في المباراة، والأهلي يعود في وقت مهم بالنسبة له، وقت رائع بالنسبة له، لأن أصبح الآن عند نتيجة التعادل 2-2. ركلة الركنية للتعاون، أفضلية عددية واضحة جدا للأهلي في منطقة الجزاء، مع تراجعهم بالكامل. الكرة بالرأس، الله، جول. التعاون يسجل الثالث، والذيب إلى منة عوى جاوبه ذيب. التعاون يسجل الهدف الثالث في المباراة، رأسية رائعة جدا يخطف التعاون ويسجل معها الهدف الثالث. رغم الأفضلية العددية بالنسبة للاعبين الأهلي في منطقة الجزاء، إلا أن تمكن التعاون من خطف الكرة وتسجيل الهدف الثالث. شوف الكرة من أحمد عسيري، عسيري يسجل الهدف الثالث. صارت ثلاثة 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 للتعاون. التعاون يتفوق على الأهلي حتى بعشر لاعبين، يتفوق في المباراة. الرغبة والجموح في البقاء بين الأربعة الأوائل يدفع التعاون لتسجيل الهدف. لعب كرة لسيدريك أميسي، سيدريك لتوامبا، توامبا بخبرته يحاول الحفاظ على الكرة، بل أن تجاوز المدافعين. توامبا، توامبا مع الكرة يلعبها عرضية بعرض الملعب إلى النمر. النمر 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 في وسط الذئاب يسجل الهدف الرابع. أربعة 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 أربعة، والتعاون مع أربعة مع أربعة.
في ليلة جميلة. السكري يتألق وتوامبا تألق. أي تألق يا توامبا؟ توامبا عدى وصلح كرة وسجل على النمر هدف رابع، هدف رابع على النمر لصالح التعاون. التعاون يتألق ويتفوق على ظروف النقص ويضيف الهدف الرابع في المباراة. هدف مثالي، هدف خرافي في توقيت خرافي، وكان خلفه لاعب خرافي يدعى توامبا. شوف الكرة من توامبا، الله عليك يا توامبا، وعلى النمر حطها بكل روقان.